نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد في الانتخابات السورية لا تخص الأمريكيين بل السوريين وحدهم. لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره القطري خالد العطية في موسكو دعا إلى ضمان مشاركة الدائرة الأوسع من أعضاء المعارضة في المحادثات السورية المستقبلية. إن الخلاف الأساسي بين روسيا وقطر يتعلق بشرعية الرئيس السوري، إلا أن هناك تفاهما بشأن قدرة البلدين على المساهمة في تحريك المفاوضات. إنه من غير الواضح حتى الآن من سيمثل المعارضة في المفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة. نحن نرحب بتطور موقف العديد من شركائنا الذين لا يزالون يصرون على عدم شرعية نظام الأسد، وإن إمكانية مشاركة الأسد في الانتخابات السورية لا تخص الأمريكيين بل السوريين فقط. بدوره أبدى العطية اعتراضه على وضع قوائم للإرهابيين قبل بدء المحادثات السورية، وأكد أن قطر ضد التصنيف المطلق للجماعات. نحن نعلم أن سياسة روسيا هي ضد استخدام القوة من أجل إسقاط الحكومات، ولكن روسيا وعدت بأن تكافح الإرهاب في المنطقة عفوا، وفي تقديرنا أن بشار الأسد ونظامه الوحشي يعد أكبر داعم للإرهاب. أما فيما يتعلق بالنقطة الأخرى من تصنيفات أو لائحة التصنيفات، نحن ضد التصنيف المطلق للجماعات. الأهم هو فهم المنطق الذي من ورائه حملت هذه المجموعات السلاح. كشف الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف، كشف أنه في حال التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار بسوريا فأن ذلك لن يؤدي إلى إنهاء العملية العسكرية الروسية ضد تنظيم داعش فيها. بوغدانوف أوضح أن وقف إطلاق النار يعني إنهاء الصراع الداخلي ولا يعني على الإطلاق وقف المعركة ضد داعش وغيره من الجماعات الإرهابية. مساعد وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد الأهيان دعا المجتمع الدولي إلى التعاطي بواقعية في مواجهة الإرهاب والمسار السياسي في سوريا. وخلال اتصال هاتفي مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دي مستورا، رأى عبد الأهيان أن تحديد جدول بالمجموعات الإرهابية من دون تمييز بين إرهاب جيد وآخر سيء ومن خلال لجنة فرعية متشكلة في اجتماع نيويورك هي مسألة ضرورية. دخلت آليات بمواكبة عسكرية للجيش السوري إلى منطقة حي القدم بريف دمشق لتسلم السلاح المتوسط والثقيل من المسلحين على أن يتم بعدها نقل عدد منهم إلى بئر القصبة بريف دمشق ومناطق أخرى وفق ما نقل مراسلنا. والمسلحون المزمع خروجهم ينتمي غالبيتهم إلى داعش وجبهة النصرة ولواء الغرباء، وقد وصل العدد الكلي من المسلحين وعوائلهم الذين سيخرجون من منطقة الحجر الأسود والقدم والعسالي وبعض أحياء اليرموك إلى أكثر من 3500. وللمزيد ينضم إلينا من دمشق مراسلنا محمد الخضر. محمد، يعني المراحل التي تم التوصل إليها حتى ساعة لخروج المسلحين من أرياف أو أحياء ريف دمشق، تفضل. في الواقع الترتيبات تستكمل من أجل إخراج هؤلاء العدد بالتحديد 3567، حوالي 2000 مسلح هم معظمهم من تنظيم داعش ولواء الغرباء وجبهة النصرة المتواجدين في منطقة الحجر الأسود وبعض الأحياء من مخيم اليرموك. من المعروف أن مسلحي داعش الذين سيطروا على الأجزاء الأكبر من مخيم اليرموك قبل حوالي 8 أشهر يشكلون القوة الضاربة للمسلحين في تلك المنطقة. طبعا هناك نوع من السرية يحيط كل هذه الإجراءات والتحضيرات لإتمام نجاح هذا الموضوع بشكله الكامل، لكن الواضح أن هذه الأمور يعني أو هذه التحضيرات اللوجستية تسير بشكل كامل، وعلى ما يبدو ربما خلال الساعات القادمة أو في غضون يوم غد السبت تكون قد أنجزت هذه العملية كما يعني تأمل الجهات القائمة عليها وخصوصا الأمم المتحدة التي تشرف على هذه العملية برمتها. طيب، دمشق العاصمة وأيضا مخيم اليرموك كيف سيتأثران بهذا الخروج المسلحين من تلك المناطق محمد؟
يتأثران إيجابيا بشكل كبير جدا. اليرموك يشكل يعني هو المدخل أو جزء من المدخل الجنوبي للعاصمة السورية، يعني كان أو حتى هذه اللحظة يتواجد المسلحون فيه. الآن مع إخراج هؤلاء المسلحين من هذه المنطقة وأكثر من منطقة الحجر الأسود التي تشكل قاعدة أساسية أو مرتكز أساسي لمسلحي داعش، يعني تعطي مناخ أكبر من الطمأنينة والأمان لدمشق. المناطق الأخرى المجاورة يعني بيت سحم، يلدة، ببيلة كانت قد دخلت في مصالحات مع الجيش السوري، هي مناطق آمنة، مناطق هادئة تماما. وأيضا هناك عمليات للجيش تستمر في القاطع الآخر في منطقة درية مثلا، هذا كله يسمى القاطع الجنوبي من العاصمة دمشق. كل ذلك يعني أن الدولة تزيد من مساحات الأمان حول العاصمة، كل ذلك سوف يخفف من الضغط على هذه العاصمة، والأهم ربما هو إعادة المدنيين، هم بمئات الآلاف لهذه المناطق، للحجر الأسود ولمخيم اليرموك ولبلدة سبينة ولمنطقة حجيرة، كل هذه المناطق ترتبط ببعضها. مع خروج هؤلاء المسلحين سوف تنعكس إيجابا بالتأكيد، وربما بترتيبات سوف يجري العمل عليها لاحقا بعد أتمام هذه المرحلة. إذن محمد الخضر مراسلنا من دمشق، بالتأكيد سنعود إليك لمعرفة المزيد، شكرا لك. وفي غوطة دمشق الغربية بدأ الجيش السوري عملية واسعة، واستطاع اختراق خطي الدفاع الأول والثاني للمسلحين تمهيدا لإحكام الطوق على 2000 مسلح في درية. ديما نصيف. القصف على الخط الأخير للمجموعات المسلحة بين درية والمعظمية في غوطة دمشق الغربية. هل الرمايات صارت باتجاه ما بين درية والمعظمية باتجاه الجمعيات؟ الرتل الذي يتقدم جاء يتسلم مواقع اقتحمتها الفرقة الرابعة للجيش السوري قبل ساعات، وتقدمت لفصل معظمية الشام ومنع تدفق الامدادات منها الى 2000 مسلح في درية يستفيدون من هدنة المعظمية لتحويلها الى قاعدة امداد واستشفاء لهم. قطعنا خط الامداد هون باتجاه الساتر لهون، بس باقي باتجاه درية هون شرط 800 متر بس ناريا كله، يعني المسلحين يعني قاضيين عليهم. يعني الميادين في الطريق إلى الساتر الذي لا يزال هدف الجيش الأول لإغلاق الثغرة الأخيرة وأحكام الطوق على مسلحي درية للمرة الأولى منذ 3 أعوام. المعركة دارت في قلب التحصينات والخنادق وشبكة أنفاق تصل إلى عمق 20 مترا. هذه الأنفاق حفرها المسلحون قبل 3 أعوام بطول 1 كيلومتر تقريبا بين منطقتي درية والمعظمية، وكانوا يستخدمونها لاستهداف مواقع الجيش في هاتين البلدتين. العملية العسكرية التي بدأها الجيش بدأت قبل 3 أيام، ويوم أمس دخلها، وحيث أقف هنا كانت لا تزال المجموعات المسلحة تتحصن حتى ساعات قليلة قبل أن تضطر للانسحاب تحت ضغط نيران الجيش السوري. أحمد الذي التحق في سنه 18 بالجيش يقاتل منذ 3 أعوام دون توقف. أول ما فتنا عليهم شبكة أنفاق، يعني صارت مثل متاهة، تمت السيطرة والحمد لله من دون خسائر. شبكة أنفاق يعني على تقريبا 8 مزارع، 10 مزارع، كلها أنفاق بتفوت على بعضها. المسلحون بوغتوا في موجة الهجوم الأولى للجيش، التحصينات والخنادق سقطت بسرعة، الطيران والمدفعية عملا بكثافة لاقتحام خط الدفاع الأول للمسلحين. تم قطع أكثر من 4 خطوط إمداد كانت تستخدمها المسلحين بشكل قوي، وهي العصب الحيوي التي كانت تمد الإرهابيين بالأسلحة والذخيرة. خط دفاع المسلحين حول درية بات بيد الجيش أو تحت نيرانه. الأرتال تتقدم آمنة من رصاص القنص في مكان خنادقهم. القصف الجوي يواصل تدمير الدفاعات الأخيرة للمسلحين حول درية تمهيدا لموجة الهجوم الجديدة. من درية في ريف دمشق الغربي، ديما نصيف، الميادين. تتقدم قوات سوريا الديمقراطية شمال شرق سوريا في هجوم يستهدف تحرير ريف الجنوبي لعين العرب من تنظيم داعش. التفاصيل في التقرير التالي. حملة تحرير الريف الجنوبي لعين العرب من تنظيم داعش مستمرة. قوات سوريا الديمقراطية تقود هذه الحملة وتحقق تقدما في المنطقة التي أعلنت نيتها تحريرها بالكامل من عناصر داعش وإعادة الأمن والاستقرار إليها، بعد سيطرتها على قرية الصهاريش جنوب صرين قرب الضفة الشرقية لنهر الفرات. تتابع هذه القوات التقدم بعمق 8 كيلومترات في ريف عين العرب الجنوبي، وتقترب من سد تشرين على نهر الفرات.
تقدم قوات سوريا الديمقراطية واكبته غارات لطائرات التحالف الأمريكي على مواقع التنظيم قرب نقاط الاشتباك. دعم التحالف الأمريكي لقوات سوريا الديمقراطية هذا ليس الأول من نوعه، فعقب إعلان تشكيل القوات ألقت طائرات أمريكية ذخائر وعتادا حربيا لتعزيز نجاحات هذه القوات في قتال داعش وطرده من الأراضي السورية. تجدر الإشارة إلى أن قوات سوريا الديمقراطية تتألف من وحدات حماية الشعب، جيش الثوار، وحدات حماية المرأة، لواء التحرير، كتائب شمس الشمال، المجلس العسكري السرياني، تجمع ألوية الجزيرة، وتجمع كتائب فرات جرابلس. منذ تشكيل هذه القوات أعلنت أن هدفها محاربة تنظيم داعش، وهو ما تلتقي فيه مع الجيش السوري الذي لم يشتبك مع هذه القوات أو يتصادم معها، على الرغم من غياب اتفاق معلن بين الطرفين. اللافت أن قوات سوريا الديمقراطية غيبت عن مؤتمر المعارضة السورية في الرياض، لكنها كانت جزءا أساسيا في مؤتمر سوريا الديمقراطية الذي عقد في مدينة المالكية في محافظة الحسكة، والذي شارك فيه ممثلون عن تيارات سورية معارضة وعن أحزاب وقوى أخرى. الجيش السوري أرسل المزيد من التعزيزات العسكرية من الحسكة إلى مدينة دير الزور، حيث تدور معارك عنيفة مع مسلحي داعش. فاطمة روماني. الحصار الخانق الذي فرضه تنظيم داعش على الأحياء الآمنة في مدينة دير الزور منذ أكثر من عام أغلق خلاله المنافذ البرية كافة الواصلة إلى قلب المدينة وقطع سبل الحياة عنها بشكل شبه كامل. الحصار يستتبع باستماتة التنظيم منذ 3 سنوات للتقدم في محيط المطار دون أن يحقق ذلك بفعل صمود حاميته من الجيش السوري. الجيش السوري بدأ في الأيام الأخيرة حشد قواته بهدف توسيع نطاق الأمان في محيط المدينة والمطار الذي يعتبر الشريان الوحيد المستمر للإبقاء على الحياة في المدينة عبر نقل مستلزمات المدينة جوا. سنتابع بعد أيام قليلة بإذن الله عملياتنا النوعية في منطقة دير الزور بالكامل، وسنقضي على الإرهاب بإذن الله قريبا جدا. القيادة العسكرية للجيش في المنطقة الشرقية استدعت المزيد من التعزيزات العسكرية الإضافية من الحسكة، وبحسب مصادر عسكرية فإن القرار هو الانتقال من حال الدفاع إلى حال الهجوم. كدفاع وطني احنا مثلنا مثل الجيش، معاه بخندق واحد، ايد واحدة، نصبر احنا على الجوع، نصبر على التعب، بس ما نصبر على المذلة ولا نعيش. احنا خلقنا شعب كرامة يعني. عسكريا ضغط العمليات التي يقوم بها الجيش السوري ادى الى حالة تضعضع لدى داعش، انعكست خلافات كبيرة في صفوفه في ريفي دير الزور والحسكة التي تشهد تقدما لقوات سوريا الديمقراطية نحو ثاني معاقل التنظيم في الشداد بريف الحسكة الجنوبي. وتعتبر دير الزور جبهة قتال مفتوحة مع تنظيم داعش، وتشهد اشتباكات شبه يومية في محيط الأحياء الواقعة تحت سيطرة الجيش ومحيط مطار دير الزور العسكري. آخر الهجمات هذا الأسبوع استهدفت نقاط الجيش في محيط معمل السيراميك في الجهة الشمالية الشرقية للمطار وحي الصناعة، كما أبطلت وحدات الهندسة في الجيش السوري في الأيام الأخيرة مفعول 3 سيارات مفخخة أرسلها داعش إلى الأحياء التي تشهد الاشتباكات. نبدأ قضايا البلد من الملف الميداني ومن ريف اللاذقية الشمالي الشرقي بالتحديد، حيث أحكمت وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية سيطرتها على رويسة الأوضة ورويسة الحرامي في ريف اللاذقية. وفي ريف حمص الجنوبي الشرقي دمر سلاح الجو في الجيش العربي السوري آليات لإرهابي داعش في محيط قرية هين، كما دمرت وحدات الجيش أوكارا وتجمعات لإرهابي داعش وآليات مزودة برشاشات ثقيلة في شربع ورسم الكبير ورسم الكما في منطقة دير حافر ومدينة الباب بريف حلب الشرقي، فيما تابعت وحدات أخرى عملياتها في ضرب مقر وتحصينات إرهابي جبهة النصرة والتنظيمات التكفيرية المنضوية تحت زعامتها، ما أسفر عن تدمير عدد منها في قريتي أورم الكبرى والزربة بريف حلب الجنوبي. إلى ذلك أوقعت وحدات الجيش خسائر بالأفراد والعتاد في صفوف إرهابي جبهة النصرة والتنظيمات التكفيرية المرتبطة بالعدو الإسرائيلي خلال سلسلة عمليات على أوكارهم في درعا وريفها.
في اللاذقية ضبطت إحدى الجهات المختصة وكرا للتنظيمات الإرهابية في مزرعة دغدغان على الطريق الواصل بين قريتي الكبير والدرة، يحتوي أقنعة واقية وتجهيزات ومعدات لاستخدام الأسلحة الكيميائية إضافة إلى مشفى ميداني. بعملية نوعية للجيش والأجهزة الأمنية خلف خطوط العدو في قرية دغدغان التابعة لناحية ربيعة، تم ضبط مشفى مركزي للمجموعات الإرهابية المسلحة مجهز بأحدث الأجهزة والمعدات. أثناء الرصد لاحظنا أن المجموعات الإرهابية المسلحة بتقوم بإخلاء مصابينهم باتجاه أحد المزارع اللي هي مزرعة دغدغان أو تسمى قرية دغدغان. تم من قبل قوات الجيش العربي السوري بالتنسيق مع أحد الأجهزة الأمنية تم تشكيل مجموعة مهام خاصة من قبل أحد الأجهزة الأمنية وتنفيذ عملية خاصة بعمق حوالي 1300 متر تقريبا خلف خطوط العدو، والوصول إلى المشفى المذكور طبعا بعد تأمين المنطقة بالكامل. ومشفى مركزي كامل يحتوي على غرفة عمليات كاملة بجهاز تخدير، أيضا بأجهزة تساعد على التعقيم، أيضا بأجهزة تساعد على مراقبة الجريح أثناء تنفيذ العمل الجراحي، يضم أيضا قسم كبير من الأدوات التي تستخدم أثناء القيام بشن هجمات كيميائية أو جرثومية. نلاحظ أسرة أيضا، طاولة عمليات كاملة، أيضا نلاحظ وجود قسم كبير من الأدوية والأدوية الحديثة جدا وتدل الصناعة على أنها تركية وسعودية. وتضمنت المحتويات المضبوطة كمية من المواد التي تدخل في صناعة المواد الكيماوية معظمها ذات منشأ تركي وسعودي. أبرز المضبوطات في هذا المشفى هي كمية كبيرة من الأردية الواقية، هذه الأردية تستخدم أثناء الهجومات بالسلاح الكيماوي والجرثومي بالإضافة لعدد من الفلاتر والأقنعة الواقية. يبدو أن المجموعات الإرهابية المسلحة كانت تخطط لهجوم بالأسلحة الكيماوية والجرثومية في ريف اللاذقية الشمالي، ولكن الأجهزة الأمنية بعملية نوعية خلف خطوط العدو قامت بضبط هذا المشفى الميداني وضبط محتوياته. كما احتوت المضبوطات على كمية من الحبوب المخدرة ومواد أولية تدخل في صناعتها. بين مملكة نظام آل سعود والمجموعات الإرهابية المسلحة المتواجدة في ربيعة آلاف من الكيلومترات لم تمنع هذه المملكة من دعم الإرهابيين بالمال والعتاد والسلاح والمعدات، فالمملكة الوهابية هي أم الإرهاب وأبوها أينما كان على هذه البسيطة. عصام محمود، التلفزيون العربي السوري، اللاذقية. أعزائي المشاهدين، وردنا الآن أن الإرهابي زهران علوش قتل مع عدد من متزعمي تنظيم جيش الإسلام الإرهابي، وذلك في استهداف جوي لأحد اجتماعاتهم في الغوطة الشرقية في غوطة دمشق الشرقية، ولا تزال جثثهم تحت الأنقاض. إذن قتل الإرهابي زهران علوش مع عدد من متزعمي تنظيم جيش الإسلام الإرهابي، وذلك في استهداف جوي لأحد اجتماعاتهم في غوطة دمشق الشرقية، ولا تزال جثثهم تحت الأنقاض. أهلا بكم من جديد. في حلب اقتصرت الاحتفالات بعيد ميلاد السيد المسيح على القداديس والصلوات، وتضرع أبناؤها لله أن يعم السلام سوريا بشكل عام وحلب بشكل خاص. تحديا للإرهاب وقذائف حقده، توجه أبناء حلب الشهباء بعدد كبير إلى كنائسهم للاحتفال بعيد ميلاد سيد المسيح، حيث اقتصرت الاحتفالات على إقامة الصلوات والقداديس ليعم السلام في وطننا الحبيب سوريا، ولينصر الرب سورية شعبا وجيشا وقائدا. المسيح صالحنا مع الله ومع بعضنا البعض، هذا مركز يعني صلاتنا وتفكيرنا. أولا نصلي للوطن ككل حتى الله يعطينا السلام، يعطينا الطمأنينة، ويرجع الوطن ينبعث كمان من جديد. نصلي من أجل رئيس هذا الوطن، ونصلي من أجل جميع المدافعين هنا عن هذا الوطن، خاصة الجيش، لحتى يرجعوا لأهليهم سالمين بعد ما يحققوا النصر كمان إن شاء الله. هالعيدين إن شاء الله بنتمناهم لبلدنا الحبيب، عيدين فجر جديد لسوريا بالانتصار على الإرهاب اللي هلكنا
صرنا 5 سنين، شعب سوريا الصامد، شعب سوريا الصادق، شعب سوريا المناضل المكافح اللي تعب خلال 5 سنوات. هذه آية من السماء تقول لنا بأن الأديان جعلت للتآخي، بأن الأنبياء جاءوا إلى العالم لكي يبشروا بالخير ويدعو الناس إلى نبذ الشر. نصلي أكيد إلى الله تعالى بمناسبة ميلاد سيدنا يسوع المسيح، والبارحة صلينا بمناسبة مولد النبوي الشريف، لكي ما يعطينا الرب الإله نعمة السلام لبلدنا سوريا، والأمان والإطمئنان وراحة البال لكل المواطنين وكل المؤمنين. نحن أبناء الأمل والرجاء أن هذه الأيام الشريرة، هذه الحرب القذرة التي تآمر العالم بكل فئاته وأرسلنا هؤلاء الإرهابيين مش كل أصقاع العالم ليدمروا هذا البلد، هذا البلد قائم بإيمانه كما قال السيد الرئيس بشار الأسد، سوريا الله حاميها. رفعنا الصلاة اليوم بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح، وهذه الصرخة التي رفعناها اليوم هي صرخة رجاء وبناء، مصرين بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح أن نقول للعالم أجمع بأن الفرح آت إلى سوريا، السلام آت إلى سوريا، الرجاء آت إلى سوريا، والمحبة هي العماد الذي يربط جميع أبناء الشعب السوري. اليوم اقتران عيد مولد النبوي بعيد ميلاد السيد المسيح هو رسالة واضحة المعالم إلى الملء أجمع. هم ينتظرون 457 عام ليعيدوا هذا العيد سوية، نحن نعيد هذا العيد سوية في كل يوم وفي كل ساعة وفي كل لحظة. نحن أبناء وطن، نحن سوريون قبل أن نكون مسلمون أو مسيحيون. المواطنون توجهوا بالدعاء لسوريا وجيشها، وتمنوا أن يكون العام الجديد عام خلاص سوريا من آلامها وجراحها. نعاد عن وطن وقائد وطن والجيش العربي السوري، الله يحميه. الحمد لله صامتين ونشكره. بدهم يقدروا على هالابتسامة. هالابتسامة ما بدي راح ليها. بعايد الجيش العربي السوري لأنه نحن هنن بفضلهم نحن موجودين لسه بسوريا. اليوم صلينا قبل شي لميلاد السيد المسيح، وتاني شي لسوريا الحبيبة. ينعاد عليكم بالخير وإن شاء الله بالأمن والأمان لبلدنا الغالي سوريا. ميلاد سيد المسيح كانت الرسائل واضحة من هنا، حلب الصمود والتحدي باقون بالرغم من كل المحاولات البائسة والفاشلة لنيل من عزيمة حلب وأهلها. شادي حلوة، التلفزيون العربي السوري، حلب الصمود. وبمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح رسول المحبة والسلام، شارك وفد عشائري القداديس والصلوات مع أبناء الطائفة المسيحية في سوريا. كما ملأ الرجاء قلوب البشر يوم زف الملائكة بشارة السلام بميلاد كلمة الله، نعيش اليوم أفراح الميلاد التي تمنحنا الطمأنينة وغيرها من المعاني يحملها ميلاد السيد المسيح ومعاني أخرى فسرها قداسة البطريرك مرغناطس أفرام الثاني كريم بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق، الرئيس الأعلى للكنيسة الأرثوذكسية في العالم لأبناء الكنيسة خلال أدائهم صلاة عيد الميلاد في كاتدرائية مار جورجوس لصريان الأرثوذكس بمشاركة وفد من أبناء العشائر. اليوم فرحتنا كبيرة، نحن بعيد ميلاد السيد المسيح وعيد ميلاد السلام، لكن فرحتنا صارت أكبر لأنه في عيدين زامنوا أيضا عيد المولد النبوي الشريف اللي احتفلنا فيه جميعا كسوريين مسلمين ومسيحيين، مثل ما اليوم السوريين كلهم يحتفلوا بعيد ميلاد مسلمين ومسيحيين. تزامن هالعيدين بالنسبة لأنها هي إشارة، هي رمز، هي رسالة
تدعونا إلى يكون في عنا أمل وسلام، أنه هذه السنة إن شاء الله سنة 2016 القادمة علينا بعد عدة أيام راح تكون سنة أمن وسلام لسوريا ولكل العالم. بشارة الميلاد كانت أنني أبشركم بفرح عظيم ليكون لكل الشعوب، هكذا قال الملاك للرعاة الذين كانوا يرعون في بيت اللحم قبل في أثناء ميلاد السيد المسيح. ورأينا عندما بشرت أيضا الملائكة ظهرت المجد لله في الأعالي وعلى أرض السلام وفي الناس المسرة، لم تخصص فيها من الناس إما لكل الناس. تراتيل ودعوات اجتمعت اليوم وجسدت إرادة البقاء، إرادة التمسك بالأرض والحفاظ عليها، إرادة صبر لمستقبل أفضل في أرض الآباء والأجداد. احنا كلاتنا مبسوطين بهالعيد لأنه اجتمعنا كلاتنا مع بعض بعيد ميلاد السيد المسيح وينعاد على الجميع، وإن شاء الله يكون الأمن والسلام بالعالم. نحن بنحتفل بميلاد السيد المسيح اللي هو رسول السلام، نتمنى منه أنه يحل السلام بهاليوم المبارك على سوريا. صلاة مشتركة بين السوريين كانت الأمس يوم عيد المولد النبوي الشريف، واليوم بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح رسالة للعالم أجمع بأن أبناء سوريا كانوا وسيبقون يدا واحدة بعاداتهم وتقاليدهم وحبهم للسلام والمحبة. ما تواجدنا اليوم في الكنيسة السريانية في صلاة عيد الميلاد إلا هو ما ورثناه أنا أباءنا وأجدادنا، وهو تجديدا لما ورثناه. جئنا لنصلي جماعة لنقمع كل مظاهر العنف في هذا البلد، جئنا لنوحد صفوف وطننا بكافة ألوانه، نحن شعب واحد بجيش واحد بقائد واحد. اللحمة الوطنية الحقيقية في هذا البلد موجودة، ولن يستطيع الأعداء أن يؤثروا على التفرقة أو يضعوا أي خلاف بيننا وبين أخوتنا المسيحيين. نؤكد من خلال هذه الزيارة وهذه المشاركة على وحدة المصير المشترك وعلى وحدة المسار. دينا نقول للعالم بأننا في سوريا مسيحيون وإسلام موحدون كدولة واحدة، كجيش واحد، كشعب واحد، كبيت واحد. لأن كل شهيد هو حبة الحنطة التي دفنت في الأرض لتحيا سوريا، نصلي لكل جريح في ساحات الميدان، نصلي لأجل عودة الأمن والأمان لربوع الوطن، نصلي.